فوز للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل، تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا في هذا الصباح لينطلق شوطنا 23، والذي يحمل منافسات الجعدان من فئة المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. أبدى مع المركز الأول ومع صدارة متعب لمحمد بن راشد بن تريس الظاهري، بينما المركز الثاني الوصول هنا من شعار عاشق البحار يتقدم مع فخر راشد بن خادم بن راشد المهيري، يقدم لنا الشعار الذي يحمل شعار نادي السيتي. بينما انتقل واتجول ما بين هذه الاسماء الجميلة من خلال وجود وحضور الشعارات التي تتدخل والتي تهجم من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. التجاوز من الجانب الآخر هناك مع ثمين سهيل بن خيرات بن دودة العامري المركز الثالث، هنا الوصول مع جزيل حمود بن سعيد بن محمد الحارثي، بينما المركز الرابع مزاج حمد بن محمد بن سهيل العامري، والمركز الخامس هناك الهايل هزاع بن سعيد بن شطيط المدهوشي، بينما المركز السادس تحرك في هذه اللحظات هناك النشمي لمحمد بن علي بن حليس العفاري، يتقدم بنشمي في منافسة قوية قدمها في الشوط الماضي. يأتي أيضا في هذا الشوط من خلال وجودي وحضوري هذا الشعار بين مشاهين لمحمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري، يتدخل المركز الثامن. هناك وصول جميل ورائع للغاية من شاهين محمود بن علي بن عامر الجابري، بينما المركز التاسع درب حمدان بن سيف بن راشد الرشيدي، والمركز العاشر هنا مع مغذي لسعيد بن خيرة بن سعيد العامري. هكذا هي النتيجة والنداء هنا للمراكز المتقدمة الأولى التي تحمل المتعة وتحمل الإثارة الجميلة في أرضية الميدان، في ميدان السوان، في ملتقى الأصايل من هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، حيث تجتمع هذه الأسماء من أجل هذا المهرجان الغالي في قلوب الجميع، والتي أتت بأتت له الركبان وشدوا له الرحال هنا في أرضية هذا الميدان. لكني بعود إلى المركز الأول، إلى متعب الذي بدأ يتعب الجميع لمحمد بن راشد بن تريس الظاهري، يتقدم على المركز الأول متقدما بأمال بطموحات بأيضا منافسة تحملها هذه أيضا الانطلاقة الجميلة مع شعار ابن تريس. يتقدم الجموع لكن القادمين يوك الجماعة يوك، كلهم عينهم عليك وعلى هذا المركز. وصل هنا وصل شاهين محمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري، يتحرك العامري بالمركز الثاني، بينما هنا بينما المركز الثالث هنا في هذه اللحظات في هذه الانطلاقة الجميلة من خلال منافسة وتحديات هذا الشوط. المركز الثالث هنا الوصول من مزاج حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، وصل بن عويضان وصل هنا في هذه اللحظات، وتحرك بن حليس قادما من الوقن قادما من الوقن
وقن يقدم لنا النشمية محمد بن علي بن حليز العفاري. ركز يا أبو علي ركز، الجماهير يطالبونك بنقطة في هذا المهرجان القالي على قلوب الجميع. وصلوا الجميع، تقدمت الشعارات، الكل يبحر في هذا المعركة. وصل سراب أحمد بن علي بن حمد بن خيار الشامسية، وتحرك ايضا هنا شاهين محمود بن علي بن عامر الجابري. الله من اللي تدخل ملبي محمد بن سيف بن فالح الشامسي. معركة صراع من اجل الفوز، صراع من اجل الانتصار، لكني بعود الى المركز الاول، الى الصدارة، الى مقدمة الشوط، الى هذا الاندفاع الجميل. وين الصدارة؟ وين الموقع؟ وين؟ اقتحمنا اسوار الكيلو المتر الاخير، وبدأ الجميع بربط الاحزمة، بربط الاحزمة من ما قبل الاقلاع. هنا وصل، هنا المقدمة، المقدمة مع شاهين محمد بن نصيب بن السيل بن يطبع العامري المركز الثاني. هناك متعب محمد بن راشد بن تريس الظاهري المركز الثالث. بن عويضان هنا على المركز الثالث، هنا مع هذه الاندفاع المميزة. الله ملبي جابسي، وصل الأخيرة بن عويضان يطير بهذا المركز، هنا مع هذا الاندفاع يطير إلى الصدارة، يبتعه هنا مع المركز الأول. مزاج عالي، مزاج رايق، محمد بن السهيل بن عويضان العامري يطير بالسلام، يطير بالفوز إلى هالي الهير، إلى هالي الهير وهالي ند الشبا وهالي الجبيب. تهانينا لمالك مزاج حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. شكرا للمضمر المتألق أحمد بن راشد بن سالم الغيلاني من تابع في عملية التضمير. المركز الثاني وصل فيه هناك ملبي لراشد بن ياسر بن فالح الشامسي. المركز الثالث، المركز الثالث كان شاهين محمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري. المركز الرابع كان بالمركز الرابع ملبي لمحمد بن سيف بن فالح الشامسي. والمركز الخامس كان المركز الخامس مع مسامح سيف بن علي بن سالم العامري. إذا مشاهدينا الأعزاء، شهدنا منافسة شيقة وإبداع جميل، ولكن مزاج كان مزاجه عالي في هذا اليوم، حيث انتزع المركز الأول لحمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري بطلا من أبطال الميدان. يقدم لنا شعاره الجميل والشعار المعروف والشعار الذي لا يعرف، هذا شعار بن عويضان. أيضا شكرا للمضمر المتألق المبدع أحمد بن راشد بن سالم الغيلاني، مبدعا دائما برفقة هذا الشعار بعملية التضمير والإدارة المميزة. هنا نشاهد أيضا التوقيت الزمني المرافق لهذا الشعار، تسع دقائق 22 ثانية جزءا واحدا، أو هناك سبع دقائق 22 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مزاج حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الثاني هنا سبع دقائق 24 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. كان هناك ملبي لراشد بن ياسر بن فالح الشامسي. المركز الثالث سبع دقائق 24 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. كان هناك شاهين محمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. هكذا